طبعا ايه حاجه بنعدي عليها في الكتب وهي حاجه تعتبر دمها تقيل شويه. انا هحاول بس ان انا اشرح كده البيزكس بتاعتها عشان نفهم يعني ايه سكيورتي فيشن ده جاي من دول. الاي موفمنتس عامه الفسيولوجي بتاع الاي موفمنت في عندنا 6 تايبس اي موفمنتس سكيتس وكونفرجنس وفي اي موفمنتس علشان مش تحرك يعني عشان تمنتين ستاتيكيز يعني انا عشان ابص على حاجه واثبت عيني في ثلاث حاجات بيعملوا الموضوع ده فيكسيشن لو انا قاعد كده ببص قدام اسمه فيكسيشن سيستم في حاجه اسمها فيستيبولر سيستم الفيستيبولر سيستم ده اللي هو بتاع الريفلكس معروف جدا لو انا حركت راسي هلاقي عيني ثابته صح كده كل ما احرك راسي في حاجات في الود بتتكت الموفمنت ده عشان تفكس العين في مكانها ده هو الفيستيبولر اوتر ريفلكس المشهور الاوبتوكاينتيك سيستم هنركز على الفيستيبولر اوتر ريفلكس اتس فيري امبورتنت ريفلكس كلنا فاميليير بيه لما بنكشف على العيان بحرك راس العيان انفولنتري لازم عينه هتفضل فيكسنج في الحاجه اللي قدامه الريفلكس ده بيجي منين من السيمي سيركل كانالز السيمي سيركل كانالز اللي في الود بتديتكت اي انجلر موفمنت في الراس وبالفيستيبولر نيرف اللي بعد امبلسز علشان تخلي العين تتحرك العكس عشان احافظ على العين في مكانها كلنا فاميليير بالفيستيبولر اوتر ريفلكس مش كده طبيعه حركه العين حاجتين في روتيشن اهو هوريزونتال روتيشن انجل روتيشن اعمل كده اعمل كده كل دي ايه بغير الانجل بتاع العين روتيشن في حاجه اسمها ترانسليشن زي ما انتم شايفين ترانسليشن الفرق ده انا غير مكاني انا غير كده انا غير كده انا غير كده انا ما غيرش زاويه الود فيها حاجتين في حاجه اسمها سيمي سيركل كانال في حاجه اسمها يوتريكل والسكيول يعني حاجه اسمها اوتو ليف اورجن كلام من زمان قوي صح السيمي سيركل كانالز دي اللي مسؤوله عن ان هي ديتكت الانجلر اكسلريشن اوف ذا هيد ان انا حركت راسي كده فهي بتديتكت الكلام ده تظبط لي الوزن وتظبط لي كل حاجه وتظبط لي العين معايا تمام انما اليوتريكل والسكيول الفانكشن بتاعتهم ايه الاوتو ليف اورجن ديتكت ترانسليشن اللي هو اللينير اكسلريشن معرفش الكلام ده وصل ولا الكلام ده شكله غريب شويه وهنا اهو باين ده الاورجنز اللي في الاير لو انا عايز ديتكت انجل اكسلريشن يعني زاويه الراس اتغيرت بالنسبه للجرافيتي اللي هيديتكت الموضوع ده السيمي سيركل كانالز والسيميلر نيرف والكلام ده اللي هيديتكت ترانسليشن هو الاوتو ليف اورجن السيمي سيركل كانالز مسؤوله عن فيستيبولر اوتو ريفلكشن انجلر فيستيبولر اوتو ريفلكشن الاوتو ليف اورجن مسؤوله عن ديتكشن اوف ذا لينير موشن وديتكت الاستاتيك لاترال هيد تيلت ده مهم قوي ايه الاستاتيك لاترال هيد تيلت دي انا لما اقعد اعمل كده ايه اللي بيحصل على طول انا كنت قاعد مع ابوك خليني نفسي عادل راسي عدلت راسي ليه مين الاورجن في الجسم اللي خلاني اعدل راسي واعدل عيني عشان اظبط نفسي الاوتو ليف اورجن ماشي عشان كده السيمي سيركل كانالز مسؤول عن الانجل اكسلرومترز اوتو ليف اورجن اسمه لينير اكسلرومتر الايفكتيف ستيميليشن اوف ليفت يوتريكال نيرف هنيجي بقى في حاجه اسمها يوتريكال نيرف اللي هو النيرف اللي جاي من اليوتريكل بيروح للبرين ستيم لو عملت ستيميليشن يوتريكال نيرف ده هيحصل ايه في واحد نورمال فيسيولوجي زي كده هذا الشخص اللي عمل كده وميل بيحصل ايه لارج انساكتوشن اوف ذا ليفت اي واكساكتوشن اوف ذا ليفت اي خلينا بلاش نقرا بص هنا على الرسم هنلاقي عندي طلعت لفوق سنه نزلت تحت سنه دي دخلت كده ودي دخلت كده دي حصل فيها انتورشن ودي حصل فيها اكستورشن تمام ده اللي بيحصل مع ايه؟ مع ليفت هيد تيلت. فيسيولوجي انا لو ميلت مره واحده الاقي نفسي على طول بص عملت ازاي؟ كده وحصل تشينج دي حصلت في عيني. مين اللي عمل كده؟ اليوتريكال نيرف. تمام؟ السكيو ديفيشن ببساطه اللي بيحصل ايه؟ احنا في العادي راسنا عتله ومفيش هايبرتروبيا ولا حاجه لان انا عندي اليوتريكال نيرف الليفت والرايت بيدوا ايكوال ستيمولاي. لو واحد فيهم باظ هيحصل ايه؟ هلاقي نفسي رحت عاوج راسي كده وحصل هايبرتروبيا يعني حصل حاجه اسمها اوكيلار تيلت رياكشن هو ده السبيد ديفيشن فليجن اوف ذا رايت يوتريكال نيرف هيؤدي الى ان بوست اكشن اوف ذا ليفت يوتريكال نيرف يعمل رايت اوكيلار تيلت رياكشن ده مصطلح مهم قوي الاوكيلار تيلت رياكشن واحد منهم هو السبيد ديفيشن السبيد ديفيشن هي الهايبرتروبيا اللي بتحصل الحاجه الثانيه الاكسترا تورشن في عين اكسترا تورشن عين اكسترا تورشن زي ما بينا الحاجه الثالثه الهيد تيلت يبقى الهيد تيلت ده ما هواش واحد عنده ديبلوبيا فبيعمل هيد تيلت علشان يضيع الديبلوبيا لا ده الهيد تيلت ده حاجه ثانيه الهيد تيلت ده جاي من ستيميليشن من الفيلا عشان يظبط الايه؟ الاتزان. ده اللي اسمه اوكيلر تيلت رياكشن. برضه لو في ليفت اوكيلر تيلت رياكشن هيبقى العكس. لو قعدنا نص في الدين فين ودي اكسبتش هنتلخبط، المهم احنا فاهمين ان في تورشن ديفيشن وفي هايبر ديفيشن وفي الفيشن وفي انتر ديبريشن ومعاها الهيد تيلت جاي منين؟ ليش بيدرك عادي النورمال اهو. ده فيسيولوجيك اوكيلر تيلت رياكشن، فيسيولوجيك اوكيلر تيلت رياكشن اللي انا عملته لكم شويه انا عملت كده. مفيش فيه هايبرتروبيا قوي.
مفيش فيه تورشن، تورشن قليله جدا. ودي انا عملت كده وحد عمل لي قلت له الكفر تيست مش لاقي عندي هايبرتروفي، مش كده ولا ايه؟ ان الهايبرتروفي از مينيمال خالص مش باين، بس التورشن اوضح شويه لو تقيسه تلاقيه، انما الهيد تلت هو المين كومبوننت اللي باين. ده الفيسيولوجي. الباثولوجيك اوكيولار تلت رياكشن لا بقى، الهيد تلت اه بيبان فيه بس الهايبرتروفي فيه بتبان جامد. بلقينا اول رساله عشان افهم يعني ايه سكيو ديفيشن جاي منين. انا عندي ليجن من الميدل اير جاي من اليوتريكال نيرف، مش السيمي سيركل كلاس على اليوتريكال والسيركل، بتاثر بتعمل انت حاجه اسمها اوكيولار تلت رياكشن، عباره عن فيرتيكال مع تورشن مع هيد تلت. ذيس هيد تلت از نوت تو اليمينيت ديبلوبيا، ذيس هيد تلت از رياكشن من البرين عشان هو فاكر ان انا مايل. سكيو ديفيشن كومبوننت اوكيولار تلت رياكشن الكلام ده قلناه. بيبريزنت دايما عيان عنده هايبرتروبيا الى بيشنت معاه بوستيريو فوسا ديزيز، عنده اي مشكله في البوستيريو فوسا مأثره على اليوتريكال نيرف عنده هايبرتروبيا. تيجي مثلا من اي حاجه اسكيميا انفاركشن، اغلب الحالات بتيجي معاها برين ستام ستروك. ده منظر عين. التلت مش عارف ايه برين ستام ستروك، اهم حاجه التورشن ديفيشن، تلاقي فيها اندورشن عين فيها اكسايتور تورشن. تعالى نتكلم حاجه واقعيه، شخص العيان دايجنوزز ازاي؟ كلينيكال بيكشر. ساعات بيجي معاه التريات كله، يعني معاه الهايبر والتلت والتورشن وكله، ساعات تيجي بارشال تريات. بس انا عارف ان لازم يكون عندي برين ستام ليجن. الترينري كوز سيمبلز. ما تعملش عدم اتزان ولا حاجه، غالبا العيان بيكون متزن وكويس مش عنده مشاكل. ساعات بيبقى عنده دبل فيجن طبعا. كلينيكال بيكشر عباره عن هايبرتروبيا يوجوالي كومبتنت، يعني ايكوال ان اول دايركشنز. ساعات بتبقى انكومبتنت هايبرتروبيا شايف بتاعت السوبر اوبليك بونز. البرجوفسكي تيل تيست اللي هو بنعمل كده ونشوف هايبرتروبيا زادت، نعمل كده اللي هي زادت. ساعات يبقى نيجاتيف تلاقي كده وكده زي بعض، ساعات تلاقي في ناحيه اكتر من الثانيه شبه السوبر اوبليك بونز. طب ازاي افرق بينه وبين السوبر اوبليك بونز؟ انا عندي هايبرتروبيا ممكن افرض كانت انكومبتنت، افرض كان معاك برجوفسكي تيل تيست، هاو تو ديفرنشيت؟ جالك عيان ادلت برين ستام ستروك هايبرتروبيا بتزيد هنا وبتقل هنا وفي الهيد تلت بوزيتيف. طب ما ده زي السوبر اوبليك. فرق بحاجه واحده مهمه جدا ودي اهم حاجه في الكلينيكال دايجنوستيك سكيو ديفيشن. لو حد هينسى كل محاضره دلوقتي يفتكر بسلايد واحده هي دي، لازم تفرق ان في ان سايكل تورشن اوف ذا هاير ارم. دي اهم حاجه في السكيو ديفيشن. اي سوبر اوبليك بولسي هي معاها هايبرتروبيا معاها اكسايكل تورشن. السوبر اوبليك اذا ان تورت بارالايز تعمل هنا بقى العين الاعلى فيها ان سايكل تورشن. دي الدياجنوزز اللي لا يختلف عليه سكيو ديفيشن. لقيت عيان شكله اكواير سوبر اوبليك بولسي بسبب مش عارف ايه، اس الاسكوتوشن، لقيت العين اللي اعلى فيها ان سايكل تورشن، ديز ديفنت سكيو ديفيشن. الباقي كله ممكن يلخبط. تمام؟ عيان اهو رايت هايبرتروبيا ليفت هيد تيلت، بص جوه العين التورشن ديفيشن باين جدا ان هو في الايه؟ هنا في اكسايكل تورشن، هنا في سايكل تورشن. تيك بيكتشر اوف ذا سكيو ديفيشن ليفت اوكيولار تيلت ريأكشن مع سكيو ديفيشن. It always tends to recover spontaneously over weeks to months. اغلب العيانين دول بيخفوا لوحدهم زي السوبر اوبليك بولس. يجي لك عندك سوبر اوبليك بولس بسبب ستروك ولا بسبب اي حاجه من الحاجات دي، بتسيبه ثلاث اربع شهور بيخف. لو ما خفش ليه تعمل له ايه؟ علاج. فايز ذا سيم ثينج. العلاج بتاعه هنا لو قعد لسه الديبلوبيا موجوده هنعالجه عادي، هايبرتروفيا هعمل لها سيرجري اكورد ذا اور ريجولر لاينز اوف اوبريشن. ولكن اخر حاجه هقولها النهارده اتس امبورتنت تقول حاجه مهمه جدا. These treatments will not correct the head tilt. لان بقى انا عندي لو سكيو ديفيشن واحد عنده هايبرتروبيا وهيد تلت هتعمل له سيرش هايبرتروبيا، بس هيد تلت هتفضل موجوده لان الهيد تلت في السوبيريور اوبليك. العيال بيعملها كده عشان يصلح الدبل فيجن، ما انت لما تعمل له عمليه هتظبط. انما ده مش عامل راسه كده عشان الدبل فيجن، ده عامل راسه كده علشان هو البرين بتاعه خلاص ظبط على كده، فانت هتصلح الدبل فيجن بالسيرجري هيفضل عنده الهيد تلت موجود. دي نقطه لازم تاخد في الحسبان تقولها للعيان وتبقى عارف. حتى في الاكزامينشن بتبان بتان عنده هايبرتروبيا وهيد تلت ولسه الهايبرتروبيا موجوده. يعني لو شفت عايز ده كده تحس ان في حاجه مش مظبوطه. ايه اللي عوج راسه لسه؟ عوج راسه ليه ده؟ اذا كان هايبرتروبيا لسه موجوده. ده الحالات دي رير، يعني مش مثلا واحده كل سنه ولا حاجه. لما تلاقيها ايه؟ لما تشوفها وتبقى بريزستنت، يعني يمكن واحده بتدي كل فين وفين لما تشوفها. انما شود نوت بي ميست. اشكرك.